وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل، يحب أن يتفاءل لما سيأتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما روى الترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود موقوفا وروي مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان بابن آدم لمة، وللملك بابن آدم لمة. لمة الشيطان أي قربه، ولمة الملك أي قربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإنه يحزنك فيما سيأتي. فالشيطان يأتي لابن آدم كثيرا، ويكون قريبا منهم في أحايين كثيرة، فيحزنه على ما مضى ويخوفه ما سيأتي. فترى المرء الذي كان الشيطان منه في لمة وقرب يخاف ما سيكون في الغد، فربما خاف على ولده وهو لم يتزوج بعد، وربما خاف على صحته وهو في أكمل الصحة، فتراه يفكر في الهرم وما سيكون عليه ذلك اليوم، وربما خاف على ماله وتجارته رابحة، وما ذاك إلا من الشيطان ليحزنه ويزيد همه وغمه. ولكن المؤمن يعلم أن ما سيأتي بقضاء الله وقدره، وأن هذا الهم إنما هو مفسد ليومه وليس مصلحا لغده. فمن اهتم في هذا اليوم للغد فإنه في الحقيقة أفسد يومه، وغده لم يتغير ما كتبه الله عز وجل له. ومما ذكر أو ذكر في بعض الصحف السيارة أن رجلا في إنجلترا عمل بحثا قبل نحو 25 عاما، أتى لطلاب المرحلة الثانوية وجمع ما يزيد على 100 منهم وقال: ماذا تريدون أن تكونون في الغد؟ فكل خطط لمستقبله وحدد مسار حياته، ثم بعد نحو من 20 عاما حاول أن يبحث عن أولئك القوم، فما وجد منهم إلا نحو من 70%، وأما 30 الآخرون فلم يجد لهم طريقا، إما أنهم توفوا أو كان غير ذلك. ثم نظر في هؤلاء 70، فمن كانت حياته على وفق ما خطط له، فوجد أنها لم تتجاوز نسبتهم 3%، وما عداهم سارت حياتهم على غير ما خطط. وهذا وإن كان لأمر آخر فإنه يدلنا على ما نحن فيه، فإنك مهما حرصت على الغد فإن الغد بقضاء الله وقدره، وأنت ابذل الأسباب على قدر استطاعتك، والغيب علمه عند الله عز وجل. المؤمن أمرا ثاني، المؤمن إذا جاءه شيء من الهم والحزن يطرده بدعاء الله عز وجل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من دعاء الله عز وجل بإزالة الهم والحزن عنه. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فكان يدعو الله عز وجل كثيرا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فما رفع أحد يديه لله عز وجل فناداه وناجاه وابتهل إليه وشكى إليه نجواه إلا فرج الله همه وأزال عنه غمه وما أضر به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ذلكم هو الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه لا يرد القدر إلا الدعاء. فمهما نزل بك من هم ومهما خفت من أمر فدعوت الله عز وجل صادقا في دعائك محسنا فيه، فإن الله عز وجل سيزيل عنك هذا الهم والغم.